ما يبدو أن هناك تغير جذري الحقيقة حاصل في قطاع غزة، على الأقل فيما يتعلق بعلاقة الفصائل الفلسطينية بمصر أو بمصر الكبيرة أو بجمهورية مصر العربية أو بالمظلة المصرية، ودي حاجة مهمة جدا. ما تستطيعش على الإطلاق إلا كأنك أنت تسعد باللي بيحصل في غزة اتفاقا أو اختلافا مع أي فصيل من الفصائل أو التيارات اللي موجودة في القطاع، اتفق أو اختلف، مش دي القصة. القصة هي انه يبقى في عندك هذا التواجد المصري الجيد الإيجابي المذهل إذا صح التعبير في القطاع أو على الأقل في المنطقة الجنوبية منه، ده شيء مهم جدا. دي نقطة. النقطة الثانية هي زي ما بقولك مش هسميها حتى مسألة التحولات، لكن لو افترضنا أنها مسألة تفهم طبيعة الدور المصري اللي بيتلاعب ما بين قطاع غزة وطبعا في سيناء أو في منطقة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، لا تستطيع إلا أنك أنت تسعد من أنه في وصلنا إلى هذا القدر أو إلى هذا الحد أو إلى هذا المستوى من فكرة التفاهم والتفاهم. من هنا زي ما حضراتكم ممكن تكونوا متابعين من وقت ما نقلنا على الهواء مباشرة الاحتفالية التضامنية مع مصر والقوات المسلحة المصرية من داخل القطاع، وده كان عن طريق الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة والمركز الثقافي للجالية المصرية اللي موجودة هناك بالتعاون مع القوى الوطنية أو الفصائل السياسية الوطنية المختلفة اللي موجودة في القطاع. يتعمل النهاردة مهرجان تحت شعار ألا وهو التضامن مع الشعب المصري، وده على أرض السرايا في وسط قطاع غزة. أقدر أقول لك أنه مئات كل بضع آلاف من الفلسطينيين والجالية المصرية كانوا موجودين في حشد شكله احتفالي وطني بالمعنى العروبي أو بالمعنى القومي العربي في شكل جيد جدا من شتى المناطق والمحافظات في وسط القطاع للتضامن مع الشعب المصري أو مع القضية المصرية العادلة. الكل دون استثناء يرفع العلم المصري والعلم الفلسطيني، فيرفع العلمين. عشان كده برجع وبجدد تاني بقول يجب ولا يجب إلا دائما اعتبار قضية الصراع العربي الصهيوني هي قضية مركزية للمنطقة العربية بالكامل وقضية مركزية لمصر، ولا نستطيع فصل القضية الوطنية المصرية عن قضية الصراع العربي الصهيوني. احنا مش مجرد شريك يا جماعة، لا على مائدة مفاوضات ولا كوسيط ولا وسيط لحل دولة واحدة او لدولتين، ولا مجرد وسيط للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية. احنا الامر يعنينا بشكل مباشر، احنا بنتكلم على تقريبا، هو مش تقريبا هو عمليا، احنا اكتر شعب وجيش قدم تضحيات من ارواحه ومن دمائه في سبيل حل قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة. يمكن الجيشين المعنيين بهذا الموضوع كان دائما القوات المسلحة المصرية والجيش العربي السوري بالاساس، ويمكن ده جاي برضو في بالي بالتزامن مع زيارة الجربة. خلونا نأكد كمان على أنه أكد المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا والعامة لشؤون العشائر سيد عاكف المصري أنه المهرجان عبارة عن رسالة شعبية تملأها المحبة والتضامن الحقيقي مع أهالي قطاع غزة. احنا